هلا خالد، شلونك؟ تمام الحمد لله، شو اخبارك؟ شلون الجامعه والصيفي؟ كله تمام الحمد لله، عاد قربت اخلص على الصيفي، ما باقي شيء. يلا شد حيلك، ان شاء الله السنه الجايه تكون ويانا هني بالاجواء الحلوه هذه ان شاء الله. وترى هم الاجواء عند بالجامعه حلوه، يعني صحيح انه حر بس ما استغني عن الجامعه. هني وهناك حر، ما عليك. عاد ايش رايك بالفيديوهات والصور اللي دزيت لك اياهم؟ عجيبين، حدهم خيال، وان شاء الله راح نحطهم بالانستغرام ان شاء الله. شد حيلك ونشوفك ان شاء الله. خلاص يلا مع السلامه. يلا موتشا غراسياس، اديوس اميغو، اتعلم ترى. حلو. يلا حبيبي، سلام عليكم. تجربتنا مختلفة، اليوم جايين بيت المسعود، نبي نعيش وياهم أجواء كويتية بيتهم ونشوف شنو اللي يسوونه بمربية. يلا حيا. الله يحييك. يا هلا ومرحبا. يا هلا والله، زهرتنا بركة. هلا والله، شلون؟ هلا يا هلا، شو أخباركم؟ طيبين؟ نورتوا، يا هلا ومرحبا. انا هذول الاثنين، هذا انا، هو نفس الغزال وبالاسم، وين بالضبط يعني اغلبها اذا مو مزارعنا اسبانيا، ها اسبانيا في روندا، يعني بالاندلسيه للجنوب، وكلنا نستخدم كل اسال الفيجيتيريان يقول شلون نستخدمه، ناكله نحطه الجلد نستخدمه هني، وحتى العلاقات طالع ريولهم. يا سلام، يعني ما في عادة تدوير. يعني تدوير ايه، ما شاء الله تستخدم كل هذا. وهذا هذا هدانا يا عمدة مدينة في صوب مزارعنا، هذا مال حلبة الثيران المصارعة. يصيدونهم شنو؟ بقناصة. احنا في ناس يصيدونهم شنو؟ بالسهم. بالسهم اي، لا لا قناصة، والطيور اللي هناك والارانب في الشوازن. يعني هذا الاسبان يستانسون عليه، يطلعون معنا ربعنا الاسبان. فكان يمر قالوا لي طالع ارمى ارمى ارمى، قلت لهم خنزير شو فيه؟ ايه ها انا واللحم، قلت له انا بالراس يجيبوا لي اياه كذي زينه. حلو. طبعا هذا هني وين ما سافرت شغلي. تعال شوف الصور هذه، بوريكم شيء ننتج طبعا زيت زيتون، انزين ايوه، والفلين، عرفت شنو هذه؟ ها شير الفلين، شفت الشيره دايم تلقاهم فصخه شويه من تحت. اي بلا بلا، شفت اللي تكرم اي شيء بالفلين اللي تكرم الجواتي من تحت، هذا مال الكعوبه او شيء. إيه؟ من هذا ياخذونه. ما شاء الله، هذا يعتبر فلين. وهذا شنو من وين خذيته؟ من هني بعد، من مزارع؟ من مزارعتنا، في حصاد هو يصير. أي سنه يجون ياخذونه، فانا اخذت كم قطعه هني حاطينهم يعني ديكوريشن. عنب عندهم بالبيت. ما شاء الله تبارك الله المكان. طبعا هي كم مثرة. اوه ايه. ما انتبهت عليها. طبعا. انا شفت اللي هناك ليمون. ليمون. في ليمون. وعنب. في عنب وليمون. عرموط. بعد في عرموط وبرتقال. برتقال طبعا تلقاه بكل اسبانيا. ما شاء الله. ايه. كله طبيعي، ما نحط فيه اشياء هذا. ها. ما نحط لا كيماء ولا شيء. طبعا هذه بالاسباني يسمونها شرنكيتو، مسوي لي هنا شرنكيتو قاعده بالليل على الفيو كذي للجبال. ما شاء الله الفيو، لازم تشوفون الفيو اللي انا قاعد اشوفه. قاعده رايقه على الجبال، شيء مو طبيعي. ايه الحين بالصيف انا شايف ان الجو وايد حلو، بلشت شلون الوضع؟ الجو احسن، ابرد وكل شير، والفيو كل مكان خضار. ما شاء الله. مع شويه برد. ما شاء الله بيت الشعر. ها؟ هذا بيت الشعر. حق دوانية الوالد يقعد ولا ربعك يون؟ كل احد اللي يجيني في شباب ابد. هذا
قصة بيت الشعر سوينا اسباني كويتي مهرجان في من 5 سنين، فدمجنا يعني دمج كان التراث الكويتي والاسباني فلامينكو فرق شعبيه يبنى من الكويت فالقعدات الاسبانيه، فاضطرينا قلنا نبي الشعر. فمن وين صار؟ في شفت الساحل اللي الحين فيها العاب ياهال وهذا اللي في البورت هناك حطينا لمده 3 ايام. فاول ما خلصت قلت لا هذا تدري شلون؟ لازم تحطه، لازم نحطه بالبيت. اي ما شاء الله. شكرا على الاستضافه، عزيز وغالي، عزيز وغالي، وما قصرت وعاد شافونا على الكسور. فيزا انفينيتي وبوكينج دوت كوم يعني كاش باك 10% سواء فنادق، ايجار سياره او طيران، وتقدر تاخذها كاش، تاخذها اميال في الطيارات التركيه والقطريه الاماراتيه والاتحاد وبريتش ايرلاين. والحلو انهم الحين مسوين عرض حق الصيف، اي عمليه شراء داخل الكويت تعطيك فرصه واحده لربح 1,000,000 ميل، وخارج الكويت فرصتين لربح 1,000,000 ميل. يعني ام بي كي انفينيتي صديقك بالسفر. انت عندك ضروري معزومين على العشاء بس راح المخرج يقول اوكي ولا اوكي على حسابه، يعني اعزمكم بس اكيد راح ينحط على القناه.